من جانبه كشف المرشح عن تحالف الفتح مختار الموسوي عن وجود أدلة تثبت تلاعبا في نتائج الانتخابات في نينوى، مبينا أن 33 محطة من تل عفر لم ترسل نتائجها حتى الآن، فيما أشار تأخرا في موعد إغلاق المحطات. هنالك محطات، محطات اللي عندنا تقريبا 33 محطة من تل عفر ما واصلة لحد الآن، وهنالك النتائج عندي أنا بفرض المثال عندي أشرطة 14669 شريط عندي في داخل شريط، الموجود في التلفزيون 11600، بعض الصناديق أوتوماتيا قفلوا ساعة بستة، وبعض الصناديق في 7:30، وبعضهم في 8. البارحة سدوا أحد الصناديق، أنا عندي أفلام محاولين الصناديق بسيارات تاكسية وسيارات نوع أوبل، ما أعرف يعني شلون يجيبون الصناديق، شلون يودون الصناديق. قلم السري الموجود في الدائرة الرابعة هسه أبو القلم السري مسجون في شرطة زمار على المفوضية تدقيق ذلك،